بعد ما تعرفنا على الأزمة الديفينيشن والإثيولوجي والبوست فيسيولوجي، هنتعرف على الكلينيكال بيكتشر. باختصار، الأزمة عبارة عن بارشلي اوبستراكتد اير واي جوه الميوكاس بلوك. البيشنت بيتعرض ليه تريجر هيخليه هايبر ريسبونسيف. أول حاجة هيبقى فيه كف مي بي برودكتيف عشان الميوكاس اللي بيحاول يخرج. تاني حاجة الاير واي يكون اوبستراكتد، فالبيشنت هيحس بشيست تايتنس أو شورتنس أوف بريس، مش قادر ياخد نفسه. تالت حاجة airway partially obstructive، أنبوبة مقفولة partially obstructive هيمشي فيها هواء فهتعمل صوت، فالبيشنت هيسمع ويز، وإحنا لو حطينا السماعة هنسمع ويز. ممكن البيشنت يجي بس بكف مش بأي symptoms تاني، وديت بنسميها الكف variant. الكف هو predominant symptoms، يجي وقت التريجر أو حتى بتقومه من النوم على كف. أهم حاجة في السيمتومز ديت من خصائص الأزمة إن هي السيمتومز بتكون في أتاكس، بتكون انترميتنت إبيسوديك. وأهم حاجة إن في دايورنال فاريشنز، السيمتومز مش واحدة طول اليوم، وفي داي تو داي فاريابيليتي بتزيد لي أت نايت لأن الستيرويد كيرف بيقل بالليل في الجسم. تالت حاجة أهم حاجة إن تريجر، إن في هايبر ريسبونسيفنس لتريجر، ممكن يجيلي بس بـ exercise induced asthma. منساش الـ emotional stress والـ cold ممكن يعملي أزمة. كده الـ clinical picture. بالـ examination بقى، وقت ما يجيلي الـ patient ممكن يجي between الـ attack بيكون completely normal. مع الـ auscultation في وقت الـ attack هنسمع ويز، وممكن يكون silent chest مش هنسمع حاجة خالص، وديت بتكون life threatening condition لان بيبقى فيه complete obstruction. لازم نسأل البيشنت على ايه؟ اول حاجة نسأله على الاتوبيك هيستوري، هو عنده اكزيما، allergic dermatitis، allergic rhinitis، او في family history للاتوبي ولا لا. نسأله على الallergies حتى للفود والدروب. نسأله على environmental factors، social situation والstresses، ونسأل على triggers اللي بيتعرض له. عشان ما يحصلش ميس دايجنوزيس لازم نكسكلود الجيرد، النيزل سيمتومز زي النيزل اوبستراكشن والهايبوسوميا والراينوريا واللارينجيال والفارينجيال ريفلوكس، ان هو يحس باسيد في الثروت او ثروت كليرنج، او يحس ويبقى معاه هورسنس اوف فويس. كده كهيستوري وبرزنتيشن واكزامينشن. ايه هي الانفستيجيشن اللي ممكن نعملها للبيشنت ده؟ الانفستيجيشن اهم حاجة عندنا السبيرومتري، ودوت الجولد ستاندرد بتاعنا. تاني حاجة ممكن نعملها بلود تيست وهنتعرف عليها، تشيست اكس راي هنشوف فايدتها ايه، والسبيوتم اناليسيس. السبيوتم في حاجتين، اول حاجة الكيرشمان سبيرو، ودوت في السبيوتم اناليسيس هنلاقي ميوكاس ومعاه ابيثيليال تيشو. تاني حاجة الشاركوت ليدن كريستلز، دوت بيبقى ميوكس وجواه إيزونوفيلز كتير. شيست إكس راي الأزمة is a clinical diagnosis، وممكن كمان سبيرومتر. شيست إكس راي ممكن تكون completely normal، بس مع الوقت و الكرونيك obstruction ممكن نلاقي هايبر انفليشن. في البلود تيست سي بي سي هنلاقي فيه إيزونوفيليا، والسيرولوجي هندور على الاميونوجلوبولين اي، وخصوصا بالبيشنت اللي هيستفادوا من البيولوجيكال سيل. السبايتروميتري بقى ايه حكايته؟ احنا في الاول لما بنيجي نعمل بالمونري فانكشن بنسال البيشنت دوت سيمتوماتيك، هو جاي وقت الاتاك ولا اسيمتوماتيك، ان بتوين الاتاك، ولا في حاجه بنعملها البيك فلو ريكورد. زي سبايرومتري، السبايرومتر بندي للبيشنت في البيت بيعمل ريكوردينج على مدار اليوم لمدة أسبوع. لو في دايورنال فاريشن اللي اتكلمنا عليها قبل كده، إن الأزمة بتيجي في أتاكس وإبيسود أكتر من 20% على مدار 3 أيام في الأسبوع، يبقى دوت بروف إن البيشنت دوت أزمة. طيب البارامترز بتاع السبيرومتري بتاع البيشنت وقت الأتاك، هنشوف الـ FVC فرصة فايتال كاباسيتي، الـ FEV1 والريشيو ما بين. لو الـ FEV1 أقل من 15% والريشيو أقل من 80%، يبقى ده بروف إن البيشنت أوبستراكتد، في أوبستراكشن موجود. بس الأوبستراكشن دوت أزمة ولا حاجة تانية زي COPD مثلا؟ إحنا عندنا كلو إن الأزمة ريفيرسيبل ديزيز، تيجي في أتاك نديها
الميديكيشن بيرجع كومبليتلي نورمال او قريب جدا للنورمال. فهنعمل برونكو دايليتور ريفرسابيليتي تيست، لو ال FEV1 اتحسن اكتر من 15% يبقى دي أزمة، لو اتحسن بس ما اتحسنش اكتر من 15% يبقى دي مش أزمة وغالبا COPD. طيب ان بتوين الاتاك البارامترز ديت بتكون نورمال، فاحنا ازاي هنشخص البيشنت؟ هنعمل ميتاكولين او الهستامين تشالنج تيست، دوت عبارة عن زي أستايل كولين هتشتغل على المسكورينيك ريسيبتور، فهيحصل لي برونكو كونستريكشن حتى في الإنسان الطبيعي. بس الإنسان اللي عنده أزمة بيكون هايبر رياكتيف هايبر ريسبونسيفنس، فال FEV1 بتاعته هتقل بس أكتر من 20%، ودوت الميتاكولين هيستامين تشالنج تيست. كده اتكلمنا عن الانفستيجيشن اللي نقدر نعملها والورك اب للبيشنت. كده في حاجة أخيرة اللي هي السكين بريك تيست، عشان نقدر نتعرف على التريجر، زي سيروم بيحنه تحت الجلد لو حصل منه أليرجي أو هايبر ريسبونسيفنس يبقى البيشنت أليرجيك للتريجر دوت ونقول له يبعد عنه. اللونج بايوبسي دي رير أو إن إحنا بنستخدمها، بس دوت بنستخدمها لما بنكونش قادرين نوصل للدياجنوز لبيشنت عنده بريزيستنت مينيمالي ريفرسابل اير فلو ابستراكشن، زي في حالات البرونكيولايتس